متابعينا في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل الخير. نهار اليوم الأربعاء لا تزال المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تأثرت بها المملكة في الأيام القليلة الماضية، وستتسع إن شاء الله رقعة هذه الحالة في مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة لتهطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار بإذن الله. أما الآن نستعرض درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور في العاصمة الرياض لهذه الليلة، 23 مئوية أجواء صافية، نسبة الرطوبة 13% وسرعة الرياح 2 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الخميس في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا وسكاكا نهارا بتسجل 34 ليلا 24، عرعر أيضا 34 نهارا 24 ليلا أجواء صافية ومشمسة، تبوك 36 نهارا و23 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. ننتقل إلى مناطق الغربية والمدينة المنورة، أجواء حارة جدا 40 نهارا 28 ليلا، مكة المكرمة 40 ليلا واحتمالية هطول زخات من الأمطار رعدية 28 مئوية ليلا، جدة 32 نهارا غيوم متفرقة و28 مئوية ليلا، الطائف 28 نهارا وأيضا احتمالية هطول زخات من الأمطار الرعدية و19 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. ننتقل إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها 23 نهارا 16 ليلا، الباحة 24 نهارا 13 ليلا، جازان 37 نهارا 30 ليلا، وهذه المناطق تتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي تحتل على إثرها زخات من الأمطار الرعدية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية، كلمة الدمام وحفر الباطن نهارا 37 ليلا 23، الإحساء 40 نهارا أجواء حارة 21 مئوية ليلا بإذن الله. أخيرا مناطق الوسط والعاصمة الرياض 37 نهارا 23 ليلا أجواء غائمة جزئية، بريدة 35 نهارا 24 ليلا أجواء صافية ومشمسة، وحائل 34 نهارا 21 ليلا وأيضا أجواء غائمة جزئية. متابعينا تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب، إلى اللقاء.